الحافظة اليومية التي نطل من خلالها على أبرز تطورات المشهد المصري، حيث استمر النشطاء المصريون بالتهكم على العام الذي مضى من حكم عبد الفتاح السيسي الذي مرت ذكراه قبل يوم، الذي شكل عاما على تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر بعد انتخابات شابتها الكثير من الانتقادات حول فرص المنافسة فيها ونسبة المشاركة. معي بداية لإلقاء نظرة على أبرز محطات ذلك العام الخارجية وسياسة عبد الفتاح وأين أودت بمصر في علاقاتها الخارجية، معي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في آخر برلمان مصري قبل الانقلاب دكتور عبد الموجود الدرديري، معنا عبر سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور، كثيرة هي العناوين التي وضعها النشطاء المصريون توصيفا للعام الماضي من حكم عبد الفتاح السيسي، واختار كثير من النشطاء هاشتاغ شهير وضعوه عنوانا لهم بسنتك سوداء، رفعوا خلالها توصيفا لعام على حكم عبد الفتاح السيسي. أنت كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في آخر برلمان مصري قبل الانقلاب، كيف تصف هذا العام من حكم عبد الفتاح السيسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمح لي أحييك وأحيي السادة المشاهدين وأحيي كل الثوار الأحرار في شوارع مصر في الداخل والخارج. توصيف أنها سنة سوداء هذا بلا شك يوافق كثيرا ما كنت أظنه توصيفا إلى حد ما إلى درجة دقيقة، ليس فقط العام ولكن منذ الانقلاب، لأنه كان يحكم من وراء ستار قبل الانقلاب. فإحنا حقيقة رأينا السواد في كل مكان، رأيناه في مقابر الشهداء، رأيناه في شوارع مصر، رأيناه في بيوت مصر، رأيناه في سجون مصر. سواد في الحريات، فليست هناك حرية حركة ولا حرية تجمع ولا حرية تفكير. وجدناه سواد على شاشات التلفاز التي أغلقت، وجدناه سواد على المستوى الاقتصادي، وجدناه سواد على العلاقات الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد، وجدناه السواد حتى في العلاقات الخارجية مع دول في خارج الإقليم المصري. السواد يلف المنظومة المصرية بعد الانقلاب الغاشم القاتل الذي تزعمه رجل معتوه يسعى لتدمير كل ما تستطيع مصر من إمكانيات أن تقدمه للشعب المصري وللدول المجاورة وحتى على المستوى العالمي. للأسف الشديد إنما كانت مصر سيدي الفاضل تهتز اهتزازا كبيرا، وآخرها هذه الزيارة المشؤومة لألمانيا، وكيف أن رجل عسكري يظن أنه طبيب ويظن أنه فيلسوف ثم يذهب بالفنانات. أي مصر هذه؟ هل هذه مصر العلماء؟ هل هذه مصر الساسة والمفكرين؟ هل هذه مصر المستقبل؟ هذه مصر الحضارة؟ هل هذه مصر؟ ولكن دكتور عبد الموجود الدرديري، مع ذلك يعني الزيارة أتت بناء على دعوة من أنجيلا ميركل التي استقبلت عبد الفتاح السيسي كرئيس دولة، ولم تستقبله كرئيس وحاكم عسكري كما تقول. لا صحيح، لكني لا تنسى أن للسياسات حساباتها، ولا ننسى في الوجه الآخر للمعادلة أن رئيس البرلمان الذي يمثل السلطة الشعبية الحقيقية رفض استقباله ووصفه بأوصاف حقيقة تشين لنا كمصريين أن يصبح من يتزعم مكان الرئاسة. الكل يعلم، والسيدة ميركل تعلم، والجميع يعلم أن هذا الرجل اغتصب سلطة، لكن للأسف الشديد أوروبا تخلت عن كثير من مبادئها في التعامل مع القضية المصرية وفضلت مصالح دقيقة. أنا أقولها وبكل صراحة، ونحن في البرلمان المصري أرسلنا رسالة قوية اللهجة للبرلمان الألماني أننا لن نعترف بأي اتفاقات تتم، وبالمناسبة هذه الاتفاقات التي تمت مع الحكومة الألمانية لا تعتبر سارية قبل تصديق البرلمان عليها، فإحنا أوضحناها واضحة للبرلمان الألماني وغيره. أي اتفاقات تتم في غياب ممثلين حقيقيين للشعب المصري يأتون في انتخابات حرة ونزيهة لا قيمة له، والشباب الثائر، أقولها صراحة أن الشباب الثائر في شوارع مصر هو الذي في يده الحل. الكل ينظر إليه، حتى السيدة ميركل تنظر إلى الشباب الثائر أيضا، لا تظن أنها تنسى. وأظن أن الأمر في ألمانيا اتفقوا على أن يأتي بهذه الصورة، أن السيدة ميركل تستقبل والسيد رئيس البرلمان يرفض، فيستطيعوا أن يتعاملوا مع كل الأطراف. وأنا يعني قادم
من أوروبا في زيارة. طب أنا سمعت بأنك قدمت من أوروبا قريبا وكنت في زيارة، حصيلة هذه الزيارة هل تشير إلى هذه الصورة القاتمة لمصر تحت حكم عبد الفتاح السيسي كما وصفتها أنت؟ تماما بتمام سيد الفاضل. ذهبنا إلى 5 برلمانات في 4 دول أوروبية، في البرلمان الفرنسي التقينا ببرلمانيين، وفي النرويج التقينا، في الجامعة في أوسلو والتقينا بالبرلمان الأوروبي، والتقينا أيضا بالخارجية النرويجية، وذهبنا إلى بروكسل التقينا في جلسة استماع في البرلمان الأوروبي مع لجنة العلاقات الخارجية، والتقينا بالبرلمان البلجيكي في داخل البرلمان في لجنة العلاقات الخارجية، ثم ذهبنا إلى السويد أيضا والتقينا بالبرلمان هناك، وسنستمر في هذه السيارة. ماذا سمعت منهم؟ ما سمعت منهم أن نظام السيسي غير قابل للاستمرار، أنه فقد كثير من مكونات التي قيل لهم هو للأسف تم أكذوبة، كما تمت الأكذوبة على الشعب المصري، كم أكذوبة على الساسة الأوروبيين أنهم سيأتون بنظام فيه استقرار وأمن وديمقراطية، وهذه ما سميت بخريطة المستقبل. نظروا للأمر وجدوا أنه لا استقرار ولا ديمقراطية، والإعدامات بصورة متسعة بصورة، ولا يوجد، لا يمكن أن تبقي 45,000 من قادة وأعضاء حزب الحرية والعدالة والقوى السياسية الأخرى ثم تظن أنك تستطيع أن تأتي باستقرار أو تأتي بانتخابات. الكل سيدي الفاضل سمعناها في أكثر من لقاء برلماني أن نظام السيسي غير قابل للاستمرار. السؤال الخطير الآن الذي يجب أن ينتبه إليه الجميع، ما هو البديل؟ طيب سأسألك عن هذا السؤال الخطير وهو البديل، ولكن قبل ذلك أبقى معك في جولتكم في أوروبا. الوفود التي التقيتموها بكل صراحة، هل هي معبرة عن كل شرائح البرلمانات الأوروبية، أم أنها كما تابعت يعني في بعض المواقع لبعض الأحزاب المعروفة أصلا بموقفها من القضايا العربية، الأحزاب اليسارية أقصد؟ يعني في، حتى أكون صادق مع حضرتك، في جزء التقينا به مع الأحزاب اليسارية، لكن في كثير أخرى التقينا في البرلمان مع لجنة العلاقات الخارجية التي دائما تكون مكونة من أكثر من حزب، واللقاء في البرلمان الأوروبي كان في أكثر من حزب هناك، والتقينا بأعضاء برلمانيين. فمن هذه وتلك احنا نسعى، لكن نرى أن هناك تغيير. يعني منذ عام مضى لم نلتقي في أي برلمان في داخل البرلمان، هذا تغيير لأنهم صدقوا أكذوبة النظام العسكري أنه سيقدم هذا وكذا وأن هؤلاء إرهابيون. أنهم يلتقوا بنا في داخل البرلمان ويبدأ الحديث عن ما هو البديل، أنا أظن أن هذا تطور في العقلية الأوروبية نحتاج نبني عليه. طب البديل كانوا يسألوكم أنتم ما هو البديل، أم أنتم تطرحوا عليهم ما هو البديل إن استمرت الحكومات الأوروبية في هذا الموقف السلبي من مصر؟ يعني إحنا حتى أكون صريح مع حضرتك 100%، إحنا كنا ندين وما زلنا ندين وسنظل ندين الموقف الأوروبي الرسمي حتى يتغير، هذه حقيقة واضحة. ونقول لهم إن الشعب المصري هو الخيار الاستراتيجي لأوروبا، ليست منظومة انقلابية قد يمر عليها عام ولا تبقى بعد ذلك. فلذلك كنا نؤكد عليهم أن يحترموا قيمهم، هم دائما تشدقوا بحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون، فكنا نواجههم صراحة، أين أنتم من هذه القيم التي تظنون أن العالم لن يسمع لهم؟ قلت لهم صراحة أن العالم العربي والإسلامي ينظر إلى مصر بعين ناقدة، ولينظر ماذا ستفعل أوروبا والولايات المتحدة، ولن يحترمهم أحد إذا فشلوا في مصر، لن يسمع، لن يستطيعوا أن يتكلموا عن ديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان. السؤال كان يأتي سيدي منهم، ما هو البديل؟ ماذا كنتم تجيبونهم؟ لسنا نحن فقط نجيبهم، بل كان هناك حوار، هم يتحدثون عن بدائل ونحن نتحدث عن بدائل. نحن قضيتنا سيدي، يعني هم بعضهم تحدث عن بديل من داخل الجيش، أن قوة في داخل الجيش تستطيع أن تحدث تغيير، لأن الكل متفق، أظن أن الكل من التقينا به متفق أن السوسي أو السيسي أو صاحب العام الأسود هذا هو ليس جزء من المشكلة، بل هو المشكلة نفسها، ولا يمكن أن يكون، وكنا صرحاء في هذا، لا يمكن أن يكون جزء من الحل. فهذه كانت بعض اقتراحاتهم. إحنا خيارنا الاستراتيجي هو عودة الجيش إلى سكناته وإعادة الديمقراطية
ودولة القانون إلى الشعب المصري حتى يهنأ مثل بقية طيب. الشعوب. هم ماذا كانوا يقولون عندما طرحوا مثل هذه الآراء؟ هل يمكن للبرلمانات ولمن التقيتموهم بصفتك برلمانيا ورئيس للجنة العلاقات الخارجية في آخر برلمان شرعي، هل يمكن لهذه البرلمانات أن تؤثر على الحكومات الأوروبية وتجعل موقفها يتغير؟ سيدي الفاضل، كما تعلم أن الدول الديمقراطية المنتخبون هم البرلمانيون، هم يمثلون روح الشعب، وهم أثرهم كبير على السياسيين، فالسياسيين موظفون يأتون ويتغيرون. لكن يعني أحكي لك قصة مع أحد قادة البرلمانيين، عندما جاءت فرصة لالتقاط الصور قالها صراحة أن هذه الصورة ستذهب إلى الفيسبوك ثم ستذهب للخارجية المصرية ثم السفارة ستتصل به. أتظن ماذا قال لي؟ قال لي but I don't care، لا يهمني. هذا تغيير مهم جدا في العقلية الأوروبية. وبعضهم، ليس بعضهم، كلهم قالوا سيذهبون بسؤال لحكوماتهم عن حقوق الإنسان في مصر. الحقوق الإنسان ليس فقط الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لكن أيضا الحقوق السياسية. إذا استطعنا أن نوجد هذا الحراك داخل مؤسسات هذه الدول، أنا فأظن أننا قد نكون قطعنا شوط يكمل شوط الثوار الأحرار. نحن خدم للثوار الأحرار في شوارع مصر، نحن أبدا لم نقدم أنفسنا بديل عن أي أحد، نحن نخدم القضية المصرية خدمة للثوار. القرار النهائي في يد هؤلاء الثوار الذين لا يريدون شيء إلا الحرية والديمقراطية ودولة القانون. طيب سيد عبد الموجود، الآن الولايات المتحدة الأمريكية مصادر إعلامية نقلت بأن مسؤولين أمريكيين لا يعتزمون لقاء أي عناصر وقيادات من الأخوان المسلمين، على الرغم من أنهم اجتمعوا معهم في زيارة لواشنطن في يناير كانون الثاني الماضي. هذه المصادر التي نقلت عنها وكالة رويترز قالت بأن الحكومة المصرية استدعت السفير الأمريكي ستيفن بيكروفت ووجهت وجهت عتاب رسمي مصري للقاء مسؤولين أمريكيين بعناصر من الأخوان. ما حقيقة هذا الأمر؟ يعني أمريكا أكبر بكثير من أن تسمع لطرف دون طرف. في اللقاء الأخير في يناير لما التقينا بالخارجية وبممثل عن البيت الأبيض، قال عبارته الشهيرة Let us do mutual listening، هيا بنا لنوجد حالة من الاستماع المتبادل، تسمع منا ونسمع منكم. أمريكا لها مصالح ونحن نعلم هذا، وهي عليها أن تعلم أن المصالح الحقيقية مع الشعب المصري. سيد الفاضل، نحن لا نقدم أنفسنا بديلا عن أحد، نحن انتخبنا انتخاب حر ونزيه شهد له العالم، فنحن نمثل. الحكومة لا تمثل الشعب المصري لأنها حكومة انقلابية، والأمريكان يعلموا بهذا. أنا في ظني أن اللقاءات ستتم ليس فقط مع أمريكا، ونحن نقول لأمريكا أنها هي أيضا جزء من المشكلة ونطالبها، لكن لأمريكا لأنها دولة ديمقراطية نطالبها أن تصبح جزء من الحل في الفترة القادمة، ويجب أن تضغط على النظام حتى يعود الجيش إلى سكناته ثم تعود الحياة الديمقراطية. ولكن هل هناك لقاء مجدول بينكم على الأقل وبين المسؤولين الأمريكيين؟ نعم، هناك لقاء. هل يمكن أن تحدد لنا متى؟ يعني هناك لقاء، وستستمر لقاءاتنا مع كل البرلمانيات والخارجيات في العالم كله لنحاصر الانقلاب بكل ما أتينا من قوة، قيمة لهذه الدماء الطاهرة التي تنزف في شوارع مصر. لا، بالنسبة للمعلومة، يعني هذا يفند ما نقل عن وكالة رويترز نقلا عن مصادرها بأن مسؤولين أمريكيين لا يعتزمون لقاءكم. يعني هل سيكون اللقاء إذن ليس بصفة الانتماء للإخوان المسلمين ولكن بصفة الانتماء إلى البرلمان المصري؟ سيد الفاضل، عندما نلتقي ونذهب في أي مكان نحن نتحدث باسم البرلمان المصري، وإذا ما تحدثنا سياسيا نتحدث باسم حزب الحرية والعدالة أو حزب الأصالة أو الأحزاب الأخرى التي تشارك معنا هذا الحراك. نحن لا نتحدث باسم الإخوان المسلمين، فالإخوان المسلمين لهم متحدثين فليتحدثوا باسمه. نحن نتحدث باسم البرلمان بصفتي رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وأنا منتخب، عضو منتخب انتخاب حر نزيه شاهد له العالم، ثم سياسيا أتحدث باسم حزب الحرية والعدالة. ما الذي يعني أنتم تنوون فعلا طرحه على الجانب الأمريكي في ذلك اللقاء القادم؟ ليس فقط الجانب الأمريكي ولكن الجانب في العالم، أن السيسي
هو جزء من المشكلة، ليس جزء بل هو المشكلة أصلا، ولا ينبغي أن يكون جزء من الحل، ولا يمكن القبول به جزء من الحل، ولا مستقبل ولا استقرار ولا أمن في مصرنا الحبيبة دون العودة إلى دولة القانون والديمقراطية والحرية للجميع يشارك فيها، ينتخب الشعب المصري من يشاء ويرفض من يشاء، وعلى الجيش أن يعود تدريجيا على الأقل إلى ثكناته، وتصبح العلاقات المدنية العسكرية تناقش بطريقة تسمح لهم أن يعودوا، وتسمح للسياسيين أن يأخذوا مكانهم دون خوف من أحد. كيف تنظر لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي الذي أكد على أهمية مصر استراتيجيا للولايات المتحدة وعلى أهمية العلاقة معها حتى في ظل حكم العسكر؟ طبعا الولايات المتحدة نتفهم هذا الموقف من الإدارة الأمريكية، لأن مصر مصر، مصر ليست السيسي، مصر بتاريخها وجغرافيتها وقيمها ومبادئها وشعبها الحر، الشعب اللي صار ضد الطاغية مبارك والآن يسعون بكل ما أوتوا من قوة أن يرجعوا منظومة مبارك مرة ثانية. مصر قيمة كبيرة، لكن للأسف الشديد في هذا الوقت نحن نطالب السيد وزير الخارجية وغيري أن يعلموا أن العلاقة الاستراتيجية يجب أن تكون مع الشعب المصري وقيمه، قيم الحرية والديمقراطية ودولة القانون. أما دولة العسكر والجبروت والطغيان وهذه السنة السوداء على شعبنا المصري ليس لها مستقبل في مصر. طيب كيري قارا في المذكرة التي أرسلها للكونغرس إن من مصلحة الأمن القومي الأمريكي للولايات المتحدة الأمريكية مواصلة التعاون مع الحكومة المصرية وإرسال المساعدات السنوية لها، هل تعتقد بأن إرسال المساعدات السنوية للولايات من أمريكا إلى مصر مناسب في هذا التوقيت؟ سيدي الفاضل لابد أن نكون واقعيين، هذه المساعدات يعني تستمر أكثر من 30 عام، وهي جزء من ما يعرف باتفاقية كامب ديفيد، فهي جزء من منظومة معينة يجب النظر إليها من هذا المنظور. وكثير مما التقينا بهم في وزارات الخارجية الدول المختلفة يقولوا يعني اعذرونا لابد أن نتعامل مع كيان موجود هناك سواء نتفق معه أو نختلف معه. حقيقة سمعنا هذه كثيرا، وهناك ضجر وضيق من الخارجية المصرية ومن حكومة الانقلاب، لكن هم ينظرون له كأمر واقع، ونحن نتفهم هذا الأمر ونسعى لتغييره، ونحن أملنا في الله سبحانه وتعالى أولا ثم في شعبنا الثائر أن يغير هذه المنظومة، وستتغير وسيتغير رأي هذه الحكومات مجرد تغيير ميزان القوة في الشارع. طيب كيف تقرأ إشارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لوجود انتهاكات في مصر كما نقل عنه موقع الجزيرة نت؟ قال أن هناك قيود على حرية التجمع والتعبير في مصر، وهناك انتهاكات للشرطة لحقوق الإنسان ومحاكمات، ومصر لا تحترم الأعراف الدولية. هل يعني ما هي تكفي هذه العبارات لتمثيل الموقف الأمريكي فيما وخاصة الخارجية الأمريكية حيال ما يجري في مصر؟ هي موقف مهم لكن لا يكفي، ويجب منا أن نضغط حتى يستطيعوا أن يقدموا، لأن مشكلة مصر مشكلة سياسية في المقام الأول، أن هناك انقلاب عسكري وأنهم اغتصبوا السلطة، هذه أصل المشكلة، وهذه ما تم من انتهاكات في حقوق الإنسان وقتل الآلاف وسجن الآلاف. أكبر دولة في العالم فيها مسجونين برلمانيين هي مصر، ثم الكونغو، ثم فلسطين المحتلة. هذه جريمة في حق الشعب المصري أن يسجن 167 برلماني مصري. نحن يعني ما قالته الإدارة الأمريكية وأرسلته للكونغرس جيد، لكن له ليس كافي، ويجب أن نستمر حتى تتضح الصورة كاملة بالنسبة للولايات المتحدة وكل الدول المحبة للحرية والديمقراطية. نحن نضحهم سيدي الفاضل. أنا أحكي لك موقف في البرلمان الأوروبي عندما سئلنا سؤال يعني ماذا تنتظرون منا، قلنا لهم لا ننتظر منكم شيء، فقط نطلب منكم أن تحترموا قيمكم ومبادئكم. نحن نريدهم أن يحترموا قيمة الديمقراطية، السيفل ديموكراسي، الديمقراطية المدنية بالذات، وقيم الحرية والعدالة ودولة القانون. سيدي الفاضل، الكل يعلم أن في مصر الآن لا توجد دولة قانون، حتى أن أمنستي انترناشنال قالت كلمة خطيرة، قالت أن القضاء المصري ليس أنه لا يريد أن يحقق العدالة، قالت أنه غير مهيئ لتحقيق العدالة للشعب المصري، والشعب المصري سيتحرك ضد هؤلاء الظلمة الذين يسعون بكل ما أوتوا من قوة أن يزرعوا الخوف.
ويزرع الفساد ويزرع الجبروت، لكن أنا ثقتي كبيرة أن الشعب الذي أزال الطاغوت سابقا سيزيل هذا الطاغوت، ولن نسكت حتى تعود الديمقراطية طيب. والحرية ودولة القانون. البرلمان والكونغرس الأمريكي الذي تلقى هذا التقرير السري في 12 مايو حول الوضع في مصر وابتعاد الحكومة المصرية عن الديمقراطية، برأيك ما المطلوب منه؟ يعني المطلوب الآن، وهذا ما نسعى إليه، إيجاد أولا الأمر يحتاج عودة الوعي لكل من نلتقي بهم، يعني يستغربوا. حتى في إحدى البرلمانات تسألنا رئيسة لجنة العلاقات الخارجية، هل ما تقولوا أو نعانوا من انتهاكات حقوق، قتل الآلاف وإعدامات وسجن أكثر 167، لم تصدق، قالت تأتوا لنا بدليل، أعطيناها قائمة بأكثر من 176. فإحنا نريد الآن عودة الوعي، عودة الوعي مرحلة مهمة حتى بعد ذلك يبنى عليها مواقف. نحن نسعى لإيجاد جلسة استماع للانتهاكات حقوق الإنسان، وبإذن الله تعالى سنستمر في هذا الحراك حتى تعود حقوقنا لنا. تقصد جلسة استماع لديكم هناك في الولايات المتحدة الأمريكية أمام الكونغرس؟ ستكون هناك وفي أماكن أخرى بإذن الله. هل هناك تواصل مع الكونغرس الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي لشرح القضية المصرية؟ أستاذي، نحن نسعى للتواصل مع الجميع، من عنده استعداد ومن ليس عنده استعداد نسعى للتواصل أيضا معهم، حتى إحنا أصحاب قضية حق. إحنا قتلنا وسجننا والآن ما فيش حريات في مصر بأي نوع، سنسعى لأي مكان في العالم حتى نوصل له صوت الأحرار، صوت المعذبين، صوت المختطفين، صوت الموتى في المقابر. يعني لا يمكن أن نسكت على هذا، نصبح إحنا أجرمنا في حق أنفسنا وفي حق مصرنا الحبيبة إن سكتنا، فالساكت عن الحق شيطان أخرس سيدي الحبيب. دكتور عبد الموجود، المجتمع الأمريكي كيف ينظر لما يجري في مصر؟ المواطن الأمريكي المعروف بأنه منشغل بهمومه وقضاياه الداخلية أمام تزاحم القضايا الخارجية والمنطقة العربية التي تثور وتغلي، كيف ينظر لما يجري في مصر؟ حتى أكون منصف للشعب الأمريكي أقولها بصراحة، أن الشعب الأمريكي يتفاعل تفاعل إيجابي إذا علم بحقيقة الأوضاع في مصر، ولذلك من خلال منبركم الموقع أتقدم بطلب للجالية المصرية في أمريكا أن تعلي التواصل مع المجتمع الأمريكي في كل مؤسساته، وطالب الشباب المصري والعربي والمسلم أن يسعوا بكل ما أوتوا من قوة في الجامعات الأمريكية ليعلوا قضية العدالة في مصر وفي كل مناطق العالم العربي والإسلامي، أن يعلوا قضية الحريات في هذه المناطق. أنا قناعتي أن الشعب الأمريكي ليس متحيز ضد شيء أو مع شيء حتى يعلم، إذا علم تفاعل، وقد رأينا في جامعات كثيرة ذهبنا إليها كيف تفاعل الشعب الأمريكي إيجابي، وطلاب الجامعات الأمريكية تفاعل وتفاعل إيجابي عندما يعلموا ما يحدث في مصر. أشكرك شكرا جزيلا، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري قبل الانقلاب دكتور عبد الموجود الدرديري، كنت معنا عبر سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نعود بعده لمتابعة برنامجنا، فابقوا معنا.